أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساوك في أولاك وقد حال سنا منك دونهم وثناء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأبواب. لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن حال آدم الأسماء. لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. تتباهى بك الأصول وتسمو بك الياء بعدها الياء. وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء. نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء. هبذا إكد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. ومحيا كالشمس منك مضيء أصفرت عنه ليلة غراء. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. وتداعى إيوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء. وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خمودها وبلاء. وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها إطفاء. مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم هو وباء. فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء. من لحواء أنها هملت أحمدا أو أنها به نفساء. يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء. وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. شمتت الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء. رافع رأسه وفي ذلك الرمء إلى كل سؤدد إيماء. رامقا طرفه السماء ومرمى أين من شعنه الألو العلاء. وتدلى زهر النجوم إليه فأضاء بضوئها الأرجاء. وتراءت قصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء. وبدت في رضائه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء. إذ أبته ليتمه مرضعات قلن ما في اليتيم أنا غناء. فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الرضعاء. أرضعت لبانها فسقتها وبنيها ألبانهن الشاء. أصبح الشولا عجافا وأمست ما بها شائل ولا عجفاء. أخصب العيش عندها بعد محل إذ غدا للنبي منها غذاء. يا لها منة لقد ضعف الأجر عليها من جنسها والجزاء. وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. حبة أنبت السنابل والأصف لديه يستشرف الضعفاء. وأتت جده وقد فصلته وبها من فساله البرحاء. إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء. ورأى وجدها به ومن الوجد لهيب تسلى به الأحشاء. فارقته كرها وكان لديها طاويا لا يمل منه الضواء. شك عن قلبه وأخرج منه مبغة عند غسله سوداء. ختمته اليمنى الأمين وقد عودئ ما لن يزع له أنباء. صان أسراره الختام فلا الفض ملم به ولا الإفضاء. ألف النسك والعبادة والخل وتطفلا وهكذا النجباء. وإذا حلت الهداية قلبا نشط في العبادة الأعضاء. ما
بعث الله عند مبأسه شو بحراسا وضاق عن حل فضاء تطرد الجن أما قائد للسمع كما تطرد الذئاب الرعاء فمحت آية الكهانة آيات من الوحي ما لهن النحاء ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء وأتاها أن الغمامة والصرح أضلته منهما أفياء وأحاديث أن وعد رسول الله بالباس حان منه الوفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأزكياء وأتاه في بيتها جبرائيل ولذل في الأمور التياء فأماتت عن حل خمار لتدري أهو الوحي أم هو الإجماء فاكتفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو أعيد القطاء فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء ثم قام النبي يدعو إلى الله وفي الكفر نجدة وإباء أمما أشربت قلوبهم الكفر فداء الضلال فيهم عياء ورأينا آياته فهتدينا وإذا الحق جاء ظال المراء ربي إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء كم رأينا ما ليس يعقل أن كم رأينا ما ليس يعقل قد ألهم ما ليس يلحم العقلاء إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل ولم ينفئ الحجى والذكاء والجمادات أفصحت بالذي أخرس عنه لأحمد الفصحاء وحى قوم جفوا نبيا بأرض ألفت ذبابها والضباء وصلوه وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء أخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء واختفى منهم على قرب مرآه ومن شدة ظهور الخفاء ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء وتغنت بمدحه الجن حتى أطرب الإنس منه ذاك الغناء واقتفى إطره سراقة فاستح وته في الأرض صافن جرداء واقتفى إطره سراقة فاستح وته في الأرض صافن جرداء ثم ناداه بعدما سيمت الخس فوقد ينجد الغريق النداء فطوى الأرض سائرا والسماوات العلا فوقها له إسراء فصف الليلة التي كان للمخ تارفها على البراك استواء فترقى به إلى قاب قوسين وتلك السيادة الأعساء رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء ثم وافى يحدث الناس شكرا إذ أتته من ربه النعماء وتحدى فارتاب كل مريم أو يبقى مع السيول البطاء وهو يدعو إلى الله وهو يدعو إلى الإله وإن شق عليه كفر به والذراء ويدل الوراء على الله بالتوحيد وهو المحجة البيضاء فبما رحمة من الله لان صخرة من إبائه صماء واستجاب له بنصر وفتح بعد ذاك الخضراء والغبراء وأطاع لأمره العرب العرباء والجاهلية الجهلاء وتوالى للمصطفى الآية الكبرى عليهم والغارة الشعواء فإذا ما تلا كتابا من الله تلته كتيبة خضراء وكفاه المستهزئين وكم ساء نبيا من قوم استهزاء ورماهم بدعوة من فناء البيت فيها للظالمين فناء خمسة كلهم أصيبوا بداء والردى من جنوده الأدواء فدح الأسود ابن مطلب أي عمل ميت به الأحياء فدح الأسود ابن مطلب أي عمل ميت به الأحياء ودح الأسود ابن عبد يغوث أن سقاه كأس الردست سقاه وأصاب الوليد خدشة سامي قصرت أنحى الحية الرقضاء وقضى الشوكة على مهدة العاصفة لله نقعة الشوكاء
وعلى الحادث القيوه وقد سال بها رأسه وساء الرئاؤك. خمسة طهرت بقطهم الأرض فكف العذابهم شرداء. فدي خمسة الصحيفة بالكم ست إن كان بالكرام فداء. هدي الخمسة الصحيفة بالخمسة إن كان بالكرام فداء. بتية بيت على فعل خير حمد الصبح أمره والمساء. يا لعمر أتاه بعد حشام ظمأة إنه الفتى الأتاء. وزهير والمطعم بن عدي وأبو البهتري من حيث شاء. وزهير والمطعم بن عدي وأبو البهتري من حيث شاء. نقضوا مبرم الصحيفة إشادت عليهم من الإداء الأنداء. أذكرنا بأكلها أكلا من سات سليمان الأرضة الخرصاء. وبها أخبر النبي وكم أخ رجع خبأ له الغيوب خباء. وبها أخبر النبي وكم أخرج خبأ له الغيوب خباء. لا تخل جانب النبي مضاما حين مست منهم الأسواء. كل أمر ناب النبي إن فالشدة فيه محمودة والرخاء. كل أمر ناب النبي إن فالشدة فيه محمودة والرخاء. لو يمص النضار هون من النار لما اختير للنضار السلاء. كم يد النبي كفح الله وفي الخلق كثرة واجتراء. إذ دعا وحده العباد وأمسل منه في كل مقلة أقزاء. هم قوم بقتله فأبى السيف وفاء وفاءت الصفواء. وأبو جهل نزرع أنق الفاحل إليه كأنه العنقاء. واقتباه النبي دين الإراشي وقسى بيعه والشراء. واقتباه النبي دين الإراشي وقسى بيعه والشراء. ورأى المصطفى أتاه بما لم ينج منه دون الوفاء النجاء. هو ما قد رآه من قبل لكن ما ألا مثله يعد الخطاء. وأعدت حمالة الحطب الفه ترى وجاءت كأنها الورقاء. وأعدت حمالة الحطب الفه ترى وجاءت كأنها الورقاء. يوم جاءت قبا تقول أفي لي من أحمد يقال الحجاء. وتولد وما رأته ومن أي نترى الشمس مقلة أمياء. ثم سمل له اليهودية الشاة وكم ساء الشكوة الأشقياء. ثم سمل له اليهودية الشاة وكم سام الشكوة الأشقياء. فأضاء الزراء ما فيه من شر بنطق إخفاؤه إبداء. وبخلق من النبي كريم لم تقاصص بجرحها الأجماء. من فضلا على هوازن إذ كان له قبل ذاك فيه الرواء. وأتى الصبي فيه أكت رضاء وباء الكفر قدرها والسباء. فحباها برا توحمت الناس به أنما السباء هجاء. بسط المصطفى لها من رداء أي فضل حواه ذاك الرداء. فقدت فيه وهي سيدة النس والسيدات فيه إماء. فتنزح في ذاته ومآنيه استماعا إن أرض من حجتلاء. واملأ السمع من محاسن يمليها عليك الإنشاد والإنشاء. واملأ السمع من محاسن يمليها عليك الإنشاد والإنشاء. كل وصف له ابتدأت به استودع. كل وصف له ابتدأت به استوعب أخبار الفضل منه ابتداء. كل وصف له ابتدأت به استوعب أبى أخبار الفضل منه ابتداء. سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإقفاء. ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه روضة الغناء. ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه روضة الغناء. رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. لا تحل البأساء منه أرى الصبر ولا
ولا تستخفه السراء، لا تهل البأساء منه أورى الصبر، ولا تستخفه السراء، كرم نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء، أظمن نعمة الإله عليه فاستقل لذكره العظماء، جهل قومه عليه فأقضى، وأكل حلم دعبه للإقضاء، وسع العالمين علما وحلما، فهو بحر لم تعيه الأعضاء، مستقل دنياك أن ينصب الإمساك منها إليه والإيداء، شمس فضل تحقق الظن فيه أنه الشمس رفقة والضياء، فإذا ما ضحى محى نوره الظل، وقد أثبت الظلال الضحاء، فكأن الغمام تستودعته، من أظل من ذله الدففاء، فكأن الغمام تستودعته، من أظل من ذله الدففاء، خفيت عنده الفضائل وانجابت به عن أقولنا الأهواء، أما الصبح للنجوم تجل، أما الشمس للظلام بقاء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقصد معطاء، لا تقف بالنبي في الفضل خلقا، فهو البحر والأنام إضاء، كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء، شق عن صدره وشق له البدر، ومن شرق كل شرق جزاء، ورمى بالحصى فأقصد جيشا، ما العصى عنده وما الإلقاء، ودعا للأنام إذ دهمتهم سنة من مخولها شهباء، فاستحل بالغيس سبعة أيام عليهم صحابة وطفاء، تتعرى مواضع الرعي والسقي وحيث العطاش توحى السقاء، وأتى الناس يشتكون أذاها ورخاء يؤذي الأنام غلاء، فدعا فانجل الغمام فقل في وفي غيس إقلاؤه استسقاء، ثم أثرثر فقرت عيون بقراها وأهيت أحياء، ثم أثرثر فقرت عيون بقراها وأهيت أحياء، فترى العرض جبه كسماء، أشرق من نجوم حظ الماء، تكجل الدر واليواقيت من نور رباها البيضاء والحمراء، ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء، مصفير يلتقي الكتيبة بساما إذا أصحم الوجوه اللقاء، جئ إلى المسجد له الأرض فاهتز به للصلاة من هاهراء، مظهر شجة الجبين على البرء كما أظهر الحلال البراء، ستر الحسن منه بالحسن فعجب لجمال له الجمال وقاء، فهو كالظهر لها من سدف الأكمام والعود شق عنه اللحاء، كاد أن يبشي العيون سنا منه لسر فيه حكته ذكاء، صانه الحسن والسكينة أن تظهر فيه آثارها البأساء، وتخال الوجوه إن قابلته ألبستها ألوانها الحرباء، فإذا شمت بشره ونداه أذهلتك الأنوار والأنواء، أو بتقبيل راحة كان لله وبالله أخذها والعطاء، تتقي بأسها الملوك وتحظى بالجنى من نوالح الفقراء، لا تسلسل جودها إنما يكفيك من وقف صحبها الأنداء، درت الشاة حين مرت عليها فلها ثروة بها ونماء، نبع الماء أثمر النخل في عام بها سبحت بها الحصباء، حياة المرملين من موت جهد أعوض القوم فيه زاد وماء، فتغدى بالصاع ألف جياء وتروى بالصاع ألف ظماء، ووفى قدر بيضة من نضار دين سلمان حين حان الوفاء، كان يبقى إن فأوتك لما أين أن من نخيله الأقناء، أفلا تعذرون سلمان لما أن أردت من ذكره الأرواء، وأزالت بلمسها كل داء أكبرت أطبة وإساء، وأيون من ربها وهي رمد
فأرتها ما لم تر الزرقاء وأعادت على قتادة عينا فاية حتى مماتهن جلاء أو بلفن التراب من قدم لانت هياء من مشيح الصفواء موضوع الأخمس الذي منه للقلب إذا مبجعي أقض وطاء حزي المسجد الحرام بممشاها ولم تنس حظه إيدياء حزي المسجد الحرام بممشاها ولم ينس حظه إيدياء ورمت إذ رما بها ظلم الليل إلى الله خوفه والرجاء دميت في الوغى لتكسب طيبا ما أراقا من الدم الشهداء فهي قلوب المحراب والحرب كم دارت عليها في طاعة أرحاء فهي قلوب المحراب والحرب كم دارت عليها في طاعة أرحاء وأراه لو لم يسكن بها قبل حراء ما جد به دعماء عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للعقول اهتداء والذي يسألون منه كتابه منزل قد أتاهم وارتقاء أولن يفيهم من الله ذكر فيه للناس رحمة وشفاء أعجز الإنس آية منه والجن فهل لا تأتي بحلب لغاء كل يوم تهدي إلى صانعيه موجزات من لفظه القراء تتحلى به المسامع والأفواه فهو الحلي والحلواء رق لفظا وراق معنا فجاءت في حلاها وحليها خنساء رق لفظا وراق معنا فجاءت في حلاها وحليها الخنساء وأرتنا فيه قوامض فضل رقة من ظلالها وصفاء إنما تجتلى الوجوه إذا ما جليا أمرآتها الأصداء صور منه أشبح صورا منا ومثل النذائر النذراء والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يوهمنك الخطباء كم أبانت آياته من علوم عن حروف أبان عن الهجاء فهي كالحب والنوى أعجب الضر راء منه سنابل وذكاء فأطالوا فيه التردد والري فقالوا سهر وقال افتراء فأطالوا فيه التردد والريب فقالوا سحر وقالوا افتراء وإذا البينات لم تبن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقول هن صحاء قوم عيسى آملتم قوم موسى بالذي آملتكم الحنفاء صدقوا كتبكم وكذبتم كتبهم إن ذال بئس الوباء صدقوا كتبكم وكذبتم كتبهم إن ذال بئس الوباء لبئس البواء صدقوا كتبكم وكذبتم كتبهم إن ذال بئس البواء لو جحنا جحودكم لاستوينا أو للحق بالضلال استواء ما لكم إخوة الكتاب أناسا ليس يرعى للحق منكم إخاء يحسد الأول الأخير وما ذلك ذا المحدثون والقدماء قد علمتم بظلم قابيل حابيل ومظلوم الإخوة الأتقياء وسميتم بكيد أبناء يعقوب أخاهم وكلهم صلحاء حين ألقوه في غيابة جب ورموه بالإبك وبراء فتعصوا بمن مضى إن ظلمتم فتعصي للنفس فيه عزاء فتعصوا بمن مضى إن ظلمتم فتعصي للنفس فيه عزاء أتراكم وفيتم حين خانوا أم تراكم أحسنتم إذ أساءوا بل تمادت على التجاهل آباء تقفت آثارها الأبناء بينت توراتهم والأناجيل وهم في جهوده شركاء إن تقولوا ما بينت فما زالت بها عن قيونهم أشواء أو تقولوا قد بينت فما
حزني عما تقوله صماء عرفوه وأنكروه وظلما كتمته شهادة الشهداء أو نور الإله تطفئه الأب وهو هو الذي به يستضاء أو نور الإله تطفئه الأب وهو هو الذي به يستضاء أو لا ينكرون من أحنته برهاها عن أمره الهيجاء وكساب توبة تغار وقلط للدماء منهم وصين الدماء كيف يهدي الإله منهم قلوبا حشوها خبرونا أهل الكتابين من أين أتاكم تطليتكم والبداء ما أتى بالأكيدتين كتاب واعتقاد لا نص فيه الدعاء والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدئياء ليت شيري ذكر الثلاثة والواحد نقص في أدكم أم نماء كيف وحدتم إلها نفى التوحيد عنه الآباء والأبناء كيف وحدتم إلها نفى التوحيد عنه الآباء والأبناء أإله مركب ما سمئنا بإله لذاته أجزاء لكل منهم نصيب من الملك فهل لا تميز الأنصباء لكل منهم نصيب من الملك فهل لا تميز الأنصباء أتراهم لحاجة واضطرار خلقوها وما بغى الخلقاء أهو الراكب الحمار فيا أجل إله يمصه العياء أم جميع على الحمار لقد جل حمار بجمعهم ما شاء أم سواهم هو الإله فما نسبة إيسى إليه والانتماء أم أردتم بحص صفات فلم خص صلاص بوصفه والثناء أم أردتم بحص صفات فلم خص صلاص بوصفه والثناء أم هو ابن لله ما شاركته بمعاني البنوة الأنبياء قتلت اليهود فيما ظأمت ولأمواتكم به إهياء إن قولا أطلقتموه على الله تعالى ذكرا لقول هراء إن قولا أطلقتموه على الله تعالى ذكرا لقول هراء مثل ما قالت اليهود وكل لزمة مقالة شنعاء إنه مستقرا البداء وكم ساق وبالا إليه مستقراء وأراهم لم يجعل الواحد القهار في الخلق فائلا ما يشاء جوز النسخة مثل ما جوز المسخة عليهم لو أنهم فقهاء جوز النسخة مثل ما جوز المسخة عليهم لو أنهم فقهاء هو إلا أن يرفع الحكم بالحكم وخلق فيه وأمر سواء ولحكم من الزمان انتهاء ولحكم من الزمان ابتداء فصلوهم أكان في مسكه النص قل لآيات الله أم إن شاء فصلوهم أكان في مسخهم نسخ لآيات الله أم إن شاء وبداء في قولهن ندم الله على خلق آدم أم خطاء أم محى الله آية الليل ذكرا بعد سهو ليوجد الإنساء أم بدا للإله في ذبح إسحاق أو قد كان الأمر فيه مضاء أو ما حرم الإله نكاح الأخت بعد التحليل فهو الزناء لا تكذب أن اليهود وقذاقوا عن الحق معشر اللؤماء جحدوا المصطفى وآمن بالطاغوت قومهم إنهم شرفاء قتلوا الأنبياء واتخذوا العجل لألا إنهم هم السفهاء وصفيهم من ساءه المن والسلوى وأرضاه الفوم والقطاع ملئ بالكبيس منهم بطونه فهي نار إباقها الأمعاء لو أريد في حال سبت بخير كان سبتا لديهم الأربعاء هو يوم مبارك قيل للتصريف فيه من اليهود اعتداء هو يوم مبارك قيل للتصريف فيه من اليهود اعتداء فبظلم منهم وكفر عادتهم طيبات في تركهن ابتلاء خدعوا بالمنافقين وهل ينفق إلا على السفيه الشقاء واطمأنوا بقول الأحزاب إخوانهم إننا لكم أولياء
حالفوهم وخالفوهم ولم أدري لماذا تخالف الحلفاء. أسلموهم لأول الحشر لا ميعادهم صادق ولا إله. أسلموهم لأول الحشر لا ميعادهم صادق ولا الإله. سكن الرؤوب والخراب قلوبا وبيوت منهم نعاها الجلاء. وبيوم الأحزاب إذا غت الأبصار فيهم وضلت الآراء. وتعدوا إلى النبي حدودا كان فيها عليهم الأدواء. ونحت ومن تحت عنه قوم فأبيد الأمار والنهاء. وتعالوا في أحمد منكر القول ونطق الأراذل الأوراء. كل لس يزيد خلق سوء صفاهم والملة العوجاء. فانظروا كيف كان عاقبة القوم وما ساق للبذي البذاء. وجد الصب فيه صما ولم يدر إذ الميم في مواضع باء. وجد الصب فيه صما ولم يدر إذ الميم في مواضع باء. كان من فيه قتله بيديه فهو في سوء فعله الظباء. أو هو النهل قرصها يدلب الحتف إليها وما له إنكاء. صرعت قومه حبائل بغيهم مدح المكر منهم والدحاء. فأتتهم خيل إلى الحرب تختال وللخيل في الوغى خيلاء. قصد فيهم القناة فقوافي طان منها ما شانها الإيداء. وأثار بأرض مكة نقعا ظن أن الغدو فيها إشاء. أهجمت عندها الحجون وأكدى عند إيطائه القليل كداء. ودحت أوجها بها وبيوتا مل منها الإكفاء والإكواء. فدعوا أحلم البرية والأفو جواب الحليم والإقضاء. ناشدوه القرب التي من قريش قد أحد تراج والشحناء. فأفاء أفو قادر لم ينجس عليهم بما مضى إجراء. وإذا كان القطع والوصل لله تساوى التقريب والإقصاء. وصواب عليه فيما أتاه من سواه الملام والإدراء. ولو أن انتقامه لحوى النوم سلدامت قطيعة وجفاء. قام لله في الأمور فأفضل لها منه تباين ووفاء. فعله كله جميل وحل يرضه إلا بما حواه الإناء. أطرب السامئين ذكر أولاه يا لراحم ما لذ حن دباء. النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرواة والحكماء. وأددني الدياره الآم وجناء ومن نبي وعد حلو جناء. أفلا عن أويلها في اكتضائيه لتطوى ما بيننا الأفلاء. بألوف البقحاء يجفلها النيل وقشف جوفها الإظماء. أنكر مصر فاية تنفر ما لاها بناء لعينها أو خلاء. فأقضت على مباركها بركتها فالبويب فالخضراء. فالقباب التي تليها فبئر نخل والركب قائلون الرواء. وغدت عيلة وحكل وقر خلفها فالمغارة الفيحاء. فأيون الأقصاب يتبعها النف ويتلو كفافة الأوجاء. هاورتها الحوراء شوقا فينبوء فرق الينبوء والحوراء. لها بالدحن وين بدر لها بعد حنين وحنت الصفراء. لها بالدحن وين بدر لها بعد حنين وحنت الصفراء. ونبض بضوة فرابغ فالجحفة عنها ما هاكه الإنباء. ونبض بضوة فرابغ فالجحفة عنها ما هاكه الإنباء. وأرتها الخلاص بئر علي فأقاب السويق فالخلصاء. فهي من ماء بئر أصفان أو من بطن مر زمآنة خمصاء. قرب الظاهر المساجد منها بخطاها فالبطء منها وحاء. هذه إدة المنازل لا ما أد فيه السماك والأواء.
فكأني بها أرحل من مكة شمسا سماؤها البيداء موضع البيت مهبط الوهي مأور رسل حيث الأنوار حيث البهاء حيث فرض الطواف والسعي والحلق ورمي الجمار والإهداء حبذا حبذا مآهد منها لم يغير آياتهن البلاء حرم آمن وبيت حرام ومقام فيه المقام تلاء فقضينا بها مناسك لا يهمد إلا في فئلهن القضاء ورمينا بها الفجاج إلى قيبة والسير بالمطايا الرماء فأصبنا عن قوسها غرض القرب ونئم الخبيعة الكوماء فرأينا أرض الحبيب يغض الطرف منها الضياء واللعلاء فكأن البيداء من حيث ما قابلت العين روضة جناء وكأن البقاء زرت عليها طرفيها ملاءة حمراء وكأن الأرجاء تنشر نشر المسك فيها الجنوب والجلبياء فإذا شمت عوش من ترباها لاها منها برق وفاها كباء أي نور وأي نور شهدنا يوم أبدلنا الكباب قباء قر من هادم إيه وفرص إباري فدموا إسيل وصبري جفاء فتر الركب قائلين من الشوق إلى قيبة لهم ضوضاء وكأن الزوار ما مست البأساء منهم خلقا ولا الضراء كل نفس منها ابتحال وصول ودعاء ورغبة وابتغاء وزفير تظن منها صدورا صادحات يعتادهن ذقاء وبكاء يغريه بالعين مد ونحيب يحطه استعلاء وجسوم كأنما رحضتها من عظيم المحابة الرحباء ووجوه كأنما ألبستها من حياء ألوانها الحرباء ودموع كأنما أرسلتها من جفون صحابة وطفاء فهطتنا الرحال حيث يحطم وزر أنهاء وترفأ الحوجاء وقرأنا السلام أكرم خلق الله من حيث يسمع الإقراء وظهرنا عند اللقاء وكم أذحل سبا من الحبيب لقاء ووجمنا من البهاب ووجمنا من المهابة حتى لا كلام منا ولا إيماء ورجعنا وللقلوب التفاتات إليه وللجسوم انتناء ورجعنا وللقلوب التفاتات إليه وللجسوم انتناء وسمحنا بما نحب وقد يسمه عند الضرورة البخلاء وسمحنا بما نحب وقد يسمح عند الضرورة بخلاء يا أبا القاسم الذي ضمن إقسامي عليه مدخل له وثناء بالعلوم التي عليك من الله بلا كاتب لها إملاء بالعلوم التي عليك من الله بلا كاتب لها إملاء ومسير الصبا بنصرك شهرا فكأن صبا لديك رخاء وألي لما تفلت بعينيه وكلتاهما مع الرمداء فغدا نازرا بعيني أقاب في غداة لها الأقاب لواء وبريحانتين إيبهما منك الذي أودعتهما الزهراء وبريحانتين إيبهما منك الذي أودعتهما الزهراء كنت تؤيبهما إليك كما آول من الخط نقطتيها الياء من شهيدين ليس يسيني الطف من شهيدين ليس ينسيني الطف مصابيهما ولا كربلاء من شهيدين ليس ينسيني الطف مصابيهما ولا كربلاء ما رأى فيهما زمامك مرؤوس وقد كان أحدك الرؤساء أبدل الولد والحفيظة في القربى وأبدل الضباب نافقاء أبدل الولد والحفيظة في القربى وأبدل ضبابها النافقاء وقصا منهم قلوبا على من بكت الأرض فقدهم والسماء وقصا منهم قلوبا على من بكت الأرض فقدهم والسماء فبكهم ما استطعت إن قليلا من عظيم من المصاب البكاء كل يوم وكل أرض لكرب منهما كربلاء وآشوراء
آل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه أمكم التعساء غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء رب يوم بكربلاء مسيء خفف بعض وذره الزوراء والأعادي كأن كل قريه منه مزق حل عنه الوكاء آل بيت النبي قبتم فتاب المدخل فيكم وتاب الرطاء أنا حسان مدحكم فإذا نهت عليكم فإنني الخنصاء ست من الناس بالتقى وسواكم سودت البيضاء والصفراء وبأصحابك الذين هم بعدك فينا الهداة والأوصياء أحسنوا بعدك الخلافة في الدين وكل لما تولى إلاه أغنياء نزاهة فقراء علماء أئمة أمراء زهدوا في الدنا فما أرف الميل إليها منهم ولا الرغباء أرخصوا في الوغى نفوس ملوك حاربوها أسلابها إجلاء كلهم في أحكامه ذو اجتهاد وصواب وكلهم أكفاء رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنا يخطو إليهم خطاء جاء قوم من بعد قوم بحق وعلى المنهج الحنيفي جاءوا ما لموسى ولا لإيسى حواريون من فضلهم ولا نقباء بأبي بكر الذي صح للناس فيه بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء والمحدي يوم السقيفة لما أرجف الناس إنه الدعداء أنقذ الدين بعدما كان للدين على كل كربة إشفاء أنفق المال في رضاك ولا من وعد أجمع ولا إكداء وأبي حفص الذي أظهر الله به الدين فرع والرقباء والذي تقرب الأبائد في الله إليه وتبعد القرباء أمر ابن الخطاب من قوله الفصل ومن حكمه السوي السواء فر منه الشيطان إذ كان فاروقا فللنار من سناه ذراع وابن عفان ذي الأياد التي لا إلى المصطفى بها الإسداء حفر البير جهز الجيش أهدل هدي لما أنصده الأعداء وأبى أن يطوف بالبيت إن لم يدن منه إلى النبي فناء فجزت عنها ببيعات رضوان يدن من نبيه بيضاء فجزت عنها ببيعات رضوان يدن من نبيه بيضاء أدو عنده تضاعفت الأعمال بالترك حبذا الأدباء وعلي صنو النبي ومن دين فؤادي وداده والولاء ووزير ابن عمه في المعالي ومن الأهل تصعد الوزراء لم يزده خشب لقطاع يقينا بل هو الشمس ما عليه قطاع وبباقي أصحابك المظهر الترتيب فينا تفضيله والولاء الحت الخير مرتضيه رفيقا واحدا يوم فرت الرفقاء وحواريك الزبير أبي الكرم الذي أنجبت به الأسماء وصفيين توأم الفضل سعد وسعيد إن قدت الأصفياء وابن عوف من هون نفسه الدنيا ببذل يمده إثراء والمكنى أبا عبيدة إذ يأوي إليه الأمانة الأمناء وبأميك نيري فلك المجد وكل أتاه منك إتاء وبأم السلطين زوج علي وبنيها ومن حوت الأباء وبأزواجك اللواتي تشرفن بأنصانهن منك بناء الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء قد تمسكت من ودادك بالحبل الذي استمسكت به الشفعاء وأبى الله أن يمسني السوء بحال ولي إليك التجاء أرجوناك للأمور التي أردها في فؤادنا رمضاء أرجوناك للأمور التي أبردها في فؤادنا رمضاء وأتينا إليك أمضاء فقر حملتنا إلى الجناء أمضاء وانقوت في الصدور حاجات نفس ما لها أن دا يديك انطواء فأجثنا يا من هو الغوط والغيث إذا أجحد الورى العوار والجواد الذي به
والجواد الذي تفرج الغمة عنا وتكشف الحوباء يا رحيما بالمؤمنين إذا ما زهر عن أبناء حر حماء يا شفيعا في المذنبين إذا أشفق منك في ذنبه البراء جل آسف وما سواي هو الآسي ولكن تنكر استحياء جل آسف وما سواي هو العاصي ولكن تنكر استحياء وتدارك بالإناية ما دام له بالدمام منك دماء أخرت الأعمال والمال أما قدم الصالحون والأغنياء أخرت الأعمال والمال أما قدم الصالحون والأغنياء كل يوم ذنوبه صائدات وعليها أنفاسه صعداء ألف البدنة المبطئة السير بدار بها البطان بضاء ألف البدنة المبطئة السير بدار بها البطاء بطان بضاء فبكى ذنبه بقسوة قلب نحت الدمع فالبكاء مكاء وغدايا أتوب القضاء ولا عذر لآس فيما يسوق القضاء وغدايا أتوب القضاء ولا عذر لآس فيما يسوق القضاء أوثقته من الذنوب ديون شدد في اقتضاء حلقر ماء ما له هيلة سوى هيلة الموثق إما توسل أو دعاء راجيا أن تعود أعماله سوء بغفران الله وهي هباء راجيا أن تعود أعماله سوء بغفران الله وهي هباء أو ترى سيئاته حسنات فيقال استحالة الصحباء كل أمر تؤنى به تقلب الأعيان فيه وتعجب بصراء كل أمر تؤنى به تقلب الأعيان فيه وتعجب البصراء رب عين تفلت في ماء حلم هف أبحى وهي الفرات الرواء آهي مما جنيت إن كان يغني ألف من عظيم ذنب وهاء أرتجي التوبة النصوحة وفي القلب نفاق وفي اللسان رياء ومتى يستقيم قلبي وللجسم أوجاج من كبرتي وانهناء كنت في نومة الشباب فما استيقظت إلا ولمتي شمطاء وتماديت أكتفي أثر القوم فقال المسافة واقتفاء فورى السائرين واوى أمامي سبل وعرة وعرض عراء حمد المدلجون جب صراه وكفى من تكلف الإلقاء رحلة لن يزل يفندني السيف إذا ما نويتها والشتاء يتقي حر وتحي الحر والبرد وقد أذن لذا الاتقاء بئت ذرعا مما جنيت فيومي كم قرير وليلتي درعاء وتذكرت رحمة الله فالبشر لوجهي أننت حات لقاء فألح الرجاء والخوف بالقلب وللخوف والرجاء حفاء صاحي لا تأسى إن بعت عن الطاعة واستأثر بها الأقوياء صاحي لا تأسى إن بعت عن الطاعة واستأثر بها الأقوياء إن لله رحمة وأحق الناس منه برحمة الضعفاء فقط الأرج عند منقلب الضوء ففي العود تسبق الأرجاء فقط الأرج عند منقلب الضوء ففي العود تسبق الأرجاء لا تقل حاسدا لغيرك هذا أثمر النقل هو نقلي أفاء وأت بالمستقاء من أمل البر فقد يسقط الثمار إتاء وأت بالمستقاء من أمل البر فقد يسقط الثمار إتاء وبحب النبي فرج رضا الله ففي حب حر رضا والحباء يا نبي الهدى استغاثة ملحوف يا نبي الهدى استغاثة ملحوف أبى الرب حاله الحوباء يا نبي الهدى استغاثة ملحوف أبى الرب حاله الحوباء يدعي الحب وهو يأمر بالسوء ومن لي أن تصدق الرقباء أي حب يصح منه وقلفي للكرى واصل وطيف كراء
ليتش إري أذاك من أذن ذنب أم وزوز المتيمين حضاء إن يكون أذن زلتي حجب رؤياك فقد أزداء قلبي الدواء إن يكون أذن زلتي حجب رؤياك فقد أزداء قلبي الدواء كيف يزداد الذنب قلب محب وله ذكرك الجميل جلاء هذه إلتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء ومن القوض أن أبطك شكوى هي شكوى إليك وها يبتضاء بم من الحام دائم مستقاب فيك من حلم مديه والإشغاء ألا ما حاول المديحك إلا ساعدت حميم ودال وحاء ومتى يستقيم قلبي وللجسم عجاج من كبرتي وانحناء ألا ما حاول المديحك إلا ساعدت حميم ودال وحاء حق لي فيك أن أساجل قوما سلم منهم للدلو الجلاء حق لي فيك أن أساجل قوما سلم منهم للدلو الجلاء إن لي غيرة وقد همتي في معاني مديحك الشعراء ولقلبي فيك الغلو وأنا للساني في مدحك الغلواء فأصف خاطرا تلذ له مدحك علما بأنه العلاء فأصفك خاطرا يلذ له مدحك علما بأنه العلاء حاك من صنعة القريب ورودا لك لم تحك وشها الصنعاء أعجز الدر نظمه فاستوت فيه اليدان الصناء والقرقاء فربه أبصح امرئ نطق الضاد فقد تغار من حظاء فربه أصبح امرئ نطق الضاد فقامت تغار من حظاء فربه أفصح امرئ نطق الضاد فقام التغار من حظاء وبذكر الآيات وفيك مدحا أين مني وأين من حل وفاء أم أماري بهن قوم نبيا ساء ما ظنه بي الأنبياء ولك الأمة التي قبت أدحى بك لما أتيتها الأنبياء لم نكن بعدك الضلال وفينا وارثوا نور حديك العلماء فانقضت آي الأنبياء وآياتك في الناس ما لهن انقضاء والكرامات منهم معجزات هذا من نوالك الأولياء إن من معجزاتك الأجزاء عن وصفك إلا يحده الإحصاء إن من معجزاتك الأجزاء عن وصفك إلا يحده الإحصاء كيف يستوئب الكلام سجاياك وهل تنزح البحار الرقاء كيف يستوئب الكلام سجاياك وهل تنزح البحار الرقاء ليس من غاية لوصفك أبقيها وللقول غاية وانتهاء إنما فضلك الزمان وآياتك فيها نعده الآناء لم أطل في تعداد مدحك نطقي ومرادي بذلك استقصاء غير أني زمآن وجد ومالي بقليل من الورود ارتواء فسلام عليك تترى من الله وتبقى به لك البعواء وسلام عليك منك فما غيرك منه لك السلام كفاء وسلام من كل ما خلق الله لتحيا بذكرك الأملاء وسلام كالمسك تحمله مني شمال إليك أو نكباء وسلام على ذريهك تخضل به منه توبة وعساء وثناء قدمت بين يدي نجواي إن لم يكن لدي ثراء وثناء قدمت بين يدي نجواي إن لم يكن لدي ثراء ما أقام الصلاة من عبد الله وقام بربها الأشياء ما أقام الصلاة من عبد الله وقام بربها الأشياء ما أقام الصلاة من عبد الله وقام بربها الأشياء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي قدر يوم دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.